هل يجوز أن يرقي الراقي امرأة وهي غير طاهرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا بأس أن يرقي الراقي شخصا غير طاهر، يعني يكون المرقي والمقروء عليه على غير طهارة، هذا لا بأس به. وإنما يشترط في الراقي إذا كان يقرأ شيئا من القرآن، اشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، اشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، فلا يقرأ القرآن أو شيئا من القرآن وعليه جنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنبا، ولم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إلا الجنابة كما في الحديث. أما إذا كان يرقي من غير القرآن من الأدعية الشرعية فلا يشترط الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.